السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم معايا اليوم في قناة كوزين البشرة. اليوم غنقدم لكم واحد بوشيار عن الطريقة ديال ماما الله يخليها ليا. دوزو المقادير، عندنا 2 زليب ديال الفورص، زلافة ديال الفينو، معلقة ديال الخميرة الفورية، معلقة صغيرة ديال الملحة، واحد الساشيه ديال الخميره الحلوه من وزن 7 غرام. غادي نجمعوا المكونات كامله في العجانه، ما عندوش عجانه يعجن بيه الثوم ماشي مشكل. انا حيت هنا عند خصيف مكناس وطيح الثلج في الافران والحاجب وكاين البرد بزاف وعجز انني نعجن بيديا. كندور الماكينة على المكونات حتى كيتخلطوا هما ناشفين، عاد كنزيد الماء دافي. كيفما كتشوفوا هالشير العجينة وجدات عندنا، كنخليها شوية مطلوقة، غنحطها على جنب ونخليها تخمر. من بعد ما خمرت العجينة غادي تكورها ماما، ديرها في البلاطو وتبدا تطيب فيها. هي كرصات الاولى رمتها في المقله، ما كتقيسهاش حتى تولي فيها الفقاعات، عاد كترشب شويه الزيت وكتقلبها. الا كنتو البنات مازال جداد في القناه، ابونوا معايا وضغطوا على زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وشكرا على المتابعه. هذا هو الشكل النهائي ديالو، وشكرا.